بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا امبارح بدينا في تشابتر 16 في كوينسي. دكتور، تفضلوا. دكتور، بتذكر مرة سألتك عن الكويز اللي قدمته في رمضان؟ يعني أنا فهمت إنه مش محسوب، محسوب ولا لا؟ إيه؟ لا محسوب. ليه طيب؟ هو الأغلب ما قدموا، كان موعد غلط يعني، إيه؟ لا لا ليه؟ مش غلط، موعده مش غلط، بس يعني انا حكيت لكم اذا في مجال بدي اراعيكم. هاي بدي اعطي كويزات، بدي اشوف اذا بقدر اعطي كويزات بزيادة اقدر ما احسبه، يعني اقلل علامته او ما احسبوش، بشوف. يعني احنا المشكله انه مضغوطين بتقديم العلامات. يعني هاي انا كل اسبوع بدي اعطيكم كويز، الاسبوع امبارح حطيناكم كويز، والاسبوع الجاي كمان كويز في تشابتر 15. نشوف كيف الامور بتمشي. تمام. هي المشكله توزيع العلامات اللي اختلفت هذا الفصل، يعني الميدتيرم والفاينل اللي قللوا علاماتهم، هذول خربشنا الدنيا. دكتور، لازم نغطي العلامات اللي قلصوها. ايوه تفضل. بس هيك ملاحظة بسيطة، إنه يا ريت بس بالكوزات الجاي إنه ما تكون الأسئلة هيك، إنه يعني يكون بسط مقام وإيد تو ذا باور، هيك أشياء واضحة. إنه صراحة امبارح كتير تغلبنا وكتير تخربشنا، إنه كانت الكتابة مش كتير واضحة. في مشكلة المذهل اللي بيقبلش المعادلات اللي بالطريقة هاي، بكتبهنش، ما بكتب زي الوورد مثلا بسط ومقام، هو مشكلته هيك. بس هن يعني الأقواس بدل وبينات البسط والمقام، يعني موضينهم بأقواس وبسط ومقام مبين اي قوة، بتنكتبش إلا بهاي الطريقة المعادلة بالمودل. دكتور، برضو في سؤال عامله سكرين شوت بيجي مصور التصوير، برضو هذا خربشنا، هذا في ما مش واضح في أحرف وكذا. ايه خليك بس شوي معي. طبعا احنا نصير تكواني. هذا ما كانش عندي، لا هذا واضح. طب شو السؤال اللي بنشوفه؟ هاي 5 أسئلة. هاي السؤال الأول، هاي الثاني، هاي الثالث. هاي سكرين شوت هو، بس هذا ما كانش عندي. كيف ما جاش عندك؟ هذا لازم يجي عندك السؤال، يعني فورم منه، مش شرط السؤال بس بيشبهه بالضبط. أرقام بس مكان بكاش واضح هيك، بكاش واضح، يعني هذا واضح. شو طلع المشكلة؟ شايف أنا فوق بتعمل زوم، هسه هيك بكى. خلص خلص. مبين الشاشة عندي كيف بعمل زوم، يعني ها أمراري بكى مختفي، هذا مختفي صح؟ جزء من الحل بدك تعمل زوم انت، يعني هاي بتعرفوها، المفروض واجهتكم من اول فصل وقلنا لكم تعمل زوم عشان يظهر السؤال. خلص الواحد خلاها مية وضل ماشي. ما هو يعني المفروض انت بتعرفها، هاي مرت عليك. أقول لما كل أغلب الامتحانات السكرين شوت هيك لازم تضلك تكرب وتتقعد 100%. يعني انا بعمل سيتنج على الجهاز عندي تبقى واضحة وبوضح كل الأسئلة. انت بعرفش كيف الجهاز عندك الزوم تاعه. خلص مش مشكلة. دكتور كمان شغله بصراحه، يعني لما تحل وتطلع ما تقدرش تاخذ جواب نهائي وما تاخذش علامه، مشكله برضه يعني صراحه. يعني موضوع الاختيار المتعدد يعني بحس في ظلم، يعني لان انت بتحل يعني، وبعدين بتطلع انه اخر شيء لو ما طلعت الجواب النهائي مش عارف تطلع بالضبط، بتطلع تاخذش علامه، يعني مشكله والله. السؤال الاول سكر علي وانا بعدني يعني بدي اوصل النتيجه، سكر. والله بتحكي صحيح، والله بتحكي صحيح، بس يعني ان شاء الله انها اخر الامور هيك، يعني ان شاء الله بنرجع طبيعي وبتحلوا على الورق وكل شيء تمام. يعني مش عارف، يعني هي فعليا الامور فيها ظلم يعني، بس هذا اللي بنقدر عليه بصراحه. يعني كل الاسئله حلينا فيها وما وصلتش لجواب نهائي، فبطلع الواحد بيحمل ماده. بعرفش يعني، هي الامور مش لهالدرجه هاي سيئه، يعني لما تطلع على علامات في علامات كويسه، يعني الامور صحيح انه
يعني اكيد اللي جابوا علامات هم حلوا وطلعوا الايجابي، يعني مش بالضروره دكتور دائما يعني بالضبط، مش بالضروره في اوقات فعليا بتغلط برقم، انا بحل ممكن اغلط برقم بسهوله، يعني فيش يعني انك فاهم غير عن ما انك تغلط برقم، ما لهاش علاقه ببعض هاي بالضبط دكتور، احنا فاهمين يعني انا بحل بس ممكن اغلط برقم بسهوله، يعني فيش مشكله او تحسبه بطريقه خطا، بس الواحد احنا بنحكي لكم ركزوا قدر الامكان، وغالبا راح تطلع الايجابي معك من اول مره، بس يعني ممكن تصدف انه فعليا ما تنتبهش لشغله بسيطه ويطلع الجواب مختلف او ما يطلعش معك الايجابي، وغالبا ما يطلعش الايجابي، مستحيل تصدف تطلع ايجابي ثاني وموجود. يعني طب دكتور هاي يعني من سيئات الامتحانات الالكترونيه بهاي الطريقه فعليا، هذا بس هذا اللي بنقدر عليه فعليا، هذا اللي بنقدر نسويه. طب احنا نقدر نفصل اول سيركت 1 مقالي وملتيبل كمان، يعني راح الشغله بالفاينل. كيف يعني كتابه؟ اه كنا نرفق يا عم كتابه، ما انتوا يعني خليتونا نبطل نجيب كتابي، يعني احنا لما نيجي نصلح اكثر مره بقولها تلك الاجابات نفس النسخه، حتى اذا الواحد برسم حرف غلط برسموا الكل نفس الشيء، يعني هذا الحكي برضو انه يعني لو انه كل واحد بيحل لحاله صحيح، بس غالبا لا مش هذا اللي بيصير، باخذ الاجابه بس بنكلها بخط ايده وببعث لي اياها. طيب انا يعني بالاخر مش عارف، يعني احنا عشان هيك بنجيب الالكتروني وبنجيب خيارات كثير عشان نمنع الغش، بس برضو حتى بالالكتروني احنا بنمنعه وبنمنعوش، ان شاء الله انه اخر فصل يا رب ونخلص من كل الوضع، يعني هو على الاقل لو انه اقول لكم لو انه الكتروني شرح وامتحانات في الجامعه بجوز احسن لكم، يعني احسن لكم من ان تقدموا امتحانات الكترونيه. اه بالنسبه للسيركت يعني المواد السيركت بالنسبه للسيركت حتى لو انشرحت هون على الزوم وقدمت امتحان في الجامعه كتابي بتوقع احسن افضل لكم ما تقدموا الكتروني. على كل حال ان شاء الله يعني هذا احنا بنعمل اللي يعني اللي بنقدر عليه واللي بتيجينا التعليمات، بس بالاخر شو طالع بدينا وبديكم، يعني احنا بنحبش نظلمكم، يعني احنا بدنا اياكم فعليا تتبعوا معنا الشرح تفهموا، وبالاهم شيء بالاخر انكم فعليا فاهمين الماده، بس بالاخر كليات الثانيه بالنسبه لي انا مش مهم، العلامات هن مهمات بس الاهم انك تكون فاهم الماده قبل العلامه. دكتور بكون فاهمين الماده وبعدين ما نجيبش علامه او نحمل الماده، شو بصير مشكله صح؟ يعني نكون فاهمين فعلا فاهمين الماده. اسمع فيش حدا بيكون فاهم الماده وبيحمل الماده، والله فاهمينها دكتور، ممكن يظلم، ممكن يعني يبقى يستحق علامه اكثر وبيجيبهاش ممكن، يعني اما انه يحمل الماده لا هاي ما مستوى. يعني ما بتوقعش دكتور. تفضل. الله يزيد فضلك، يا ريت بس لو انه لقدام انه الخيارات تبقى يعني مش متشابهه 99%، يعني يبقى في اختلاف، يعني اذا خربشنا بشيء بس علامه او خربشنا برقم انه يبين يعني هذا السؤال. بحاول بالفاينل فعليا احط الاجابه الصحيحه والثانيات، يعني امرار انا بشوف الطالب ممكن بشيء يغلط، لانه اذا غلط بشغله برضه خليه يلقى الاجابه اللي غلط فيها بصراحه. سالب واحد بخربشنا، صار يغير السؤال كله جوابه. اه اللي بحولن انتم ما شاء الله حاطينهم 100% زي بعض، بس اشارات ان شاء الله خير، بس على فكره النتائج كويسه والله. انا اضل يعني لما الافرج يجي ثلثين العلامه، يعني 6 أو 6.5 أو 7/10، هذا إشي من الآخر، يعني فيش بعد هيك، يعني مستحيل يجي العلامات كلها 10 صح؟ مثلا كويز يعني الأفرج بتوقع 7 أجم بيرح أو 6.5 بالمادة هاي، يعني هاي تشوف لكم إياه قدامكم، شفتم بيرح بعد ما خلصتوا لما الأفرج يجي فوق يعني 6/10 60% من العلامة هيك، هذا طبيعي جدا. هسه شو اللي صار، شو الوضع، كيف أجين هيك، فاهمين مش فاهمين، هذا الحكي يعني انا بعلمش بالغيب، بس بالاخر بالنسبه لي الافرج كويس. هاي تورجيكم اياها الافرج بالشعبي، هاي انتم بتشوفوا العلامات صح؟ شفتوهن؟ اه بنشوفها. اه بتعرفوا بتشوفوهن. هاي مثلا
كويز نمبر 2 يعني. هاي الافرج 6 73%. يعني في نسبة ساقطة في هذا، كيف؟ في نسبة مش مظبطة في هذا. طلع الان طلع على الافرج، انا هذا المقياس الاساسي. هسه انسى كل علامة الحال، نسبة مش مظبطة، لا مش صحيح. هاي نسبة الافرج تقريبا اكثر من ثلثين العلامة. طبعا في شعبة فيها الافرج 7، هاي بجزء مش عارف هي اقل افرج ولا لا، الشعبة بجزء هي اقل واحدة فيها، ممكن مش متأكد يعني. يعني لو رحنا للشعبة اللي بعدها رقم 2، هاي قديش الافرج 7 و17. رقم 3 يعني الافرج كويس منيح، يعني اذا بضل هيك منيح. هاي رقم 3 96 اقل الافرج بشعبي رقم 1 اللي عندكم. يعني اقرا مع بعض، مش بعد. على كل حال يعني هاي النتائج. طيب يا جماعة خلينا نكمل. بدينا المحاضرة الماضية في الريزونانس في فريكونسي ريسبونس، حكينا فريكونسي ريسبونس بدنا شو، بدنا نتيجة ساينوسودال سورسز، السورس ساينوسودال يعني بنقدر نحلل بالفيزر دومين او بالاس دومين. الفيزر هو بيزبط او بنقدر نستخدمه لما يكون السورس ساينوسويدال. الان السورس اللي هو الانبوت بدنا نثبت الماجنتيود تاعه، نثبت القيمه تاعته، لكن نغير الاوميجا بس. نصير نغير الاوميجا، عند كل اوميجا بدنا نشوف شكل الاوتبوت، هذا بنسميه فريكوانسي ريسبونس. طبعا لما نثبت الماجنتيود للفريكوانسي للانبوت، لو جيت قلت لكم هاي هوريزونتال اكسس وهي vertical axis، وبدي ارسم الانبوت as function of omega، الماجنتيود للانبوت v input. ال v input يا جماعة، هاي ال v input تساوي مثلا i a v m cosine omega t، cosine omega في t. مال الماوس اليوم. طيب الان بدي اغير اوميجا فقط يا جماعه، عند كل اوميجا بدي اشوف كم الفي ام للانبوت. شو رايكم؟ عند اوميجا 0 هاي الفي ام، عند اوميجا 1 اوميجا 2 الفي ام ثابت، كيف شكل الفريكوانسي ريسبونس؟ كيف شكل الفريكوانسي ريسبونس مع الاوميجا؟ طلع هاي مش مع التايم، يعني مش دي سي، هذا مش دي سي، هذا ساينوسويدال سورس. الماجنتيود دائما ثابت، الاوميجا اللي بتتغير، بالتالي كيف بيكون بيشبه الدي سي؟ هذا الانبوت. اوكي، الان ننطلق من هاي الفكره انه الهوريزونتال اكسس اوميجا بدنا نرسم الماجنتيود والفيز للاوتبوت. الانبوت ثابت، شو يعني ثابت؟ يعني الماجنتيود تاعته اللي مضروبه في الكوساين هاي ما بتتغير، الاوميجا اللي بتتغير. لما نرسم frequency response للانبوت هو بيكون على شكل ثابت constant، الماجنتيود ثابت قيمته في ام، لكن الاوميجا بتتغير قاعده. الان حكينا في ان الريزونانس كونديشن اللي لتون تيرمينال الكتريكال نتورك، لما تكون الامبيدنس الانبوت امبيدنس او الادمتنس، اما بنحسب الامبيدنس او الادمتنس، لما تكون الكونديشن او الحاله اللي بتكون فيها ريال يعني ريزيستيف اونلي، هذا الكونديشن بنسميه ريزونانس. الان في حاله الريزونانس بيكون الفولتج والكرنت
على الانبوت ماله ان فيز، يعني الفيز شيفت بين الفولتج والكرنت صفر. حكينا برضو بحالة الريزونانس الاوتبوت بيكون ماكسيمم. هاي كل هالملاحظات بدنا نلاحظها هون في دائرة البرل ار ال سي سيركت، برل ار ال سي سيركت، عشان نوجد الريزونانس كونديشن اوجدنا هون على التوازي اوجدنا الادمتنس اوجدنا الواي. طبعا الانبوت هو اي ام كوسان اوميجا تي، بدنا نثبت اي ام نغير اوميجا، بالتالي اوميجا هون بتغير الامبيدنس تاعت ال ال والامبيدنس تاعت الكاباسيتر، لكن الار بتضلها ثابته. بالتالي عشان اوجد الادمتنس اللي بنشوفها بين الطرفين اي وبي اللي السورس بشوفها هي 1 على ار زائد 1 على جي اوميجا ال زائد جي اوميجا سي معكوس كل واحده منهم مجموعهم. ببسط بطلع الريال بارت والايمجيري بارت، هون اطلع الجي على المشترك. الان عشان اشوف الريزونانس كونديشن لازم اخلي الايمجيري بارت تساوي صفر. اذا الايمجيري بارت تساوي صفر هذا هو الايمجيري بارت، طلع عندي حكينا ممكن غير ال او سي او اوميجا. ال والسي بدنا نثبتهم، بالتالي اوميجا اللي متغيره. اوجدنا قيمه اوميجا اللي بتخلي الايمجيري بارت تساوي صفر، طلعت اوميجا قيمتها 1 على جذر ال سي، هاي اسمها ريزونانس فريكوانسي اللي هي الاوتبوت بيكون عندها ماكسيمم. شفنا الفولتج ريسبونس اللي هو الاوتبوت عند الريزونانس، حكينا الاوتبوت هو التيار اللي هو الانبوت على الادمتنس، اي على واي بيعطينا البي. اذا كماجنيتود في ماجنيتود تساوي اي ماجنيتود على واي اوف اوميجا ماجنيتود. الانبوت الماجنيتود اللي ثابت، بالتالي قيمة ثابتة على الادمتنس بيعطينا الفولتية، هاي الادمتنس كماجنيتيود. طبعا منين حصلنا عليها؟ الريال، هاي الادمتنس الريال تربيع زائد الايمجيري تربيع تحت الجذر بيعطينا الماجنيتيود للواي. الان لو عملنا هون دوبليكيت كملنا، فحصنا عند الماجنيتيود للواي عند الاوميجا صفر، عوض صفر جوات الجذر هون بيطلع الماجنيتيود للادمتنس انفينيتي، بالتالي قيمه ثابته على انفينيتي بيطلع الفولتيه صفر. عند الاوميجا انفينيتي شو راح يطلع؟ هاي انفينيتي التيرم، بالتالي كل الواي انفينيتي، قيمه على انفينيتي برضه بيطلع الفولتيه الريسبونس صفر. عند الاوميجا زيرو كم قيمه الاوميجا زيرو؟ 1 على جذر ال سي، عوضوا محل هاي اوميجا زيرو، محل الاوميجا عوضوا اوميجا زيرو اللي قيمتها 1 على جذر ال سي، هذا التيرم بصفر بكنسل مع بعض بصير صفر. اصلا هو هذا الكونديشن اللي خلينا الايمجيري بارت تساوي صفر، بضل عندي 1 على ار تربيع تحت الجذر. اذا الواي هي 1 على ار، حكينا عنها هاي مينيمم عند الاوميجا زيرو، الواي الادمتنس مينيمم، بالتالي الفولتيه قيمه على مينيمم ماكسيمم. اعلى قيمه للاوتبوت هي ار في اي ام، الاي ام على تقسيم 1 على ار بيطلع ار في اي ام، هاي الماكسيمم اوتبوت فولتج. بالتالي لو جينا رسمنا العلاقة بين الفولتج اللي هو هذا الفولتج يا جماعة، هاي الفولتج هو نفسه فولتية الكابستر، فولتية الاندكتر، فولتية المقاومة، هذا بنسميه الريسبونس. الفولتية من هون لهون هي الاوتبوت، التيار انبوت والاوتبوت هي فولتية اي واحدة منهم لانهم متساوية. بالتالي طلع لنا عند الفريكونسي اوميجا عند الصفر صفر، عند الانفينيتي صفر، عند الاوميجا زيرو ماكسيمم، بالتالي هو راح يزيد يوصل الماكسيمم ويرد ينقص. هذا هو السكتش للاوتبوت الماجنيتيود للاوتبوت. الان الان يا جماعه اللي ضلين بدي اشرحهم بشكل سريع لانه انا بديش الاشتقاقات، بدي القوانين النتائج. يعني اوميجا زيرو لازم تكونوا حافظينها البر ال ار ال سي، تكونوا حافظينها، هاي قانون اشتقيناه بتكونوا حافظينه. الان يا جماعه عند الريزونانس لما اوميجا تساوي اوميجا زيرو الاوتبوت بيكون ماكسيمم، حكينا هو ار في اي ام، بالتالي هو فولتيه، طلع يا جماعه الاوتبوت فولتج هاي هي فولتيه المقاومه، فولتيه الاندكتر، فولتيه الكابستر. عند في ال عند هاي فاصل زيرو يعني ات ريزونانس، يعني عند الاوميجا تساوي اوميجا زيرو،
VC at resonance, VR at resonance. الفولتية ماكسيمم عند المقاومة والكباستر والإندكتر، فولتيات متساوية. الآن تيار الإندكتر هو فولتية، شو بساوي تيار اللي بمر بالإندكتر IL؟ هو الفولتية من هون لهون على J أوميجا L، بس عند الأوميجا زيرو بنعوض محل أوميجا، أوميجا زيرو شو بصفي عندي؟ VL اللي هي قيمته R في IM على J أوميجا زيرو L. بسط هاي النتيجة، حط محل أوميجا زيرو قيمتها واحدة جذر ال C، بالتالي بيطلع الجواب ال J طلعها فوق بصير ناقص J IM في R، L على جذر ال C بصير بالبسط جذر ال C على L. هاي اي التيار الاندكتر عندي ريزونانس فريكوانسي، لما الفريكوانسي بتاعت السورس بتساوي اوميجا زيرو. تيار الكباستر نفس الطريقه، هو فولتيه الكباستر على الامبيدنس. الفولتيه الكباستر هي ار في اي ام، حكينا هاي هن نفس هالقيمه هاي عليهم كلياته. تقسيم الامبيدنس بصير الامبيدنس في البسط، عوضه محل اوميجا زيرو وبسطه بيطلع هاي. لاحظوا تيار الاندكتر وتيار الكباستر متساويات في القيمة، لكن واحد سالب واحد موجب. الآن لو طبقنا KCL على النقطة هاي، IL زائد IC شو بتساوي؟ ILC. التيار اللي بيجي من هون بتوزع على IL زائد IC. إذن ILC عند الريزونانس هنا شرط لازم تكون الفريكوانسي أوميجا زيرو، لأنه هذول متساويات فقط عند الأوميجا تساوي أوميجا زيرو. بالتالي شو بيطلع مجموع هم هذول؟ بيطلع صفر. شو معناته؟ كل التيار اللي أجا من السورس هذا عند الفريكوانسي لما أوميجا تساوي أوميجا زيرو مر هون، التيار هذا صفر، ما أجاش تيار على هذول. طيب الآن بدنا نروح ل الكواليتي فاكتور، المصطلح بهمنا نقيسه بالريزونانس سيركت. الكواليتي فاكتور يا جماعة هو بيمثل كقانون او كديفينيشن، بيمثل represent the ratio of energy stored in L and C to the energy dissipated in R. بالتالي هو كقانون هو الانيرجي، طلع يا جماعه الدائره عندي R L C circuit، المقاومه الانيرجي فيها dissipated، الاندكتر والكباستر الانيرجي فيها stored. بالتالي نسبه الانيرجي ستورد في ال والسي على تقسيم الانيرجي ديسيبيتد في المقاومه، هذا بنسميه كواليتي فاكتور. طبعا بما انه السيجنال بيريود هيك احنا بنحسب على بيريود واحده لانه متكررات، البيريود الاولى بتشبه الثانيه بتشبه الثالثه وهكذا، بالتالي احنا بنحسب الانيرجي ديسيبيتد في المقاومه على بيريود واحده. طبعا ليش بنستخدم الكواليتي فاكتور؟ and it's used to measure the degree of sharpness of the frequency response curve for any resonant circuit. بتقيس degree درجة الحدة أو قديش ال width لل frequency response. هسه بنشوف القانون تحت ونشوف كيف النتيجة، شو يعني الكواليتي فاكتور. الآن كقانون عشان نحسبها الكواليتي فاكتور اللي هي Q، طبعا أنا بدي أحسبها عند الأوميجا زيرو. كم قيمة الكواليتي فاكتور لما أوميجا تساوي أوميجا زيرو؟ كي زيرو تساوي 2 باي الماكسيموم انرجي ستورد، اعلى انرجي مخزنه، طبعا وين مخزنه؟ في ال والسي، على الانرجي المفقوده اللوست بير في فتره واحده، لان الفترات الثانيه بيشبهنا. بالتالي 2 باي الانرجي المخزنه في الاندكتر زائد الانرجي المخزنه في الكباستر مجموعهم الماكسيموم على الباور. الانرجي في المقاومه هي الباور في الزمن، نقدر نحسب الباور على المقاومة ضرب البيريود خلال فترة واحدة، نحسب الانرجي ديسيبيتد في المقاومة. هاي المقام هو الانرجي ديسيبيتد في المقاومة. بالتالي طبعا يا جماعة الاشتقاق مش مطلوب منكم، بديش اقرأ، انتم بتقرأوا لحالكم واضح وعلى فكرة، بس انا بدي نتيجة، بدي نتيجة الكواليتي فاكتور فقط. بالتالي الكواليتي فاكتور يا جماعة بيطلع هذا القانون، هذا هو الجوات الدائرة. بعد ما اشتقينا اول شيء التيار معروف، الانبوت فولتج انبوت كرنت، الفولتيه معروفه عند الريزونانس بتكون الفولتيه ار في التيار، لانه حكينا عند الريزونانس ال والسي بيلتغين، بضل عندي
المقاومة فقط، بالتالي كل التيار بروح على المقاومة. الفلطية هي فلطية المقاومة هي R في IM في التيار، هذا هو التيار. الآن هاي الفلطية هي فلطية الكباستر كمان وفلطية الاندكتر اللي هنا على التوازن. بالتالي الانرجي في الاندكت في الكباستر نص سي في سكوير، هاي الفلطية بنربعها بنضربها في نص سي، والانرجي في الاندكتر هي نص ال في اي تر اي ال تربيع. تيار الاندكتر وتكامل الفلطية، هاي فلطية الاندكتر كمان بنكامل الفلطية بنضربها في ال في نص، هاي كملناها طلعت هاي النتيجة. لاحظوا يا جماعة هاي الانرجي في الكباستر وهاي الانرجي في الاندكتر، لو جمعناهم هذا التيرم مضروب في كوساين تربيع ونفس التيرم مضروب في ساين، لو اطلعنا عامل مشترك التيرم هذا بيطلع ساين تربيع زائد كوساين تربيع للاوميجا زيرو، مجموع الكوساين والساين تربيع هي 1. بالتالي هاي الانرجي المخزنه في الاندكتر والكباستر ثابته، بالتالي الماكسيمم فاليو الها نفسها. الباور ديسيبيتد في المقاومه نص ار في اي ام سكوير، التيار اللي بالمقاومه معروف كماجنتيود اي ام، هاي تيار المقاومه اي ام، بالتالي اي ام تربيع في ار في نص، هاي الباور على المقاومه. خلال فتره واحده لو ضربناها في تي بيعطينا الانرجي، طبعا تي هنا صارت في المقام 1 على اف 0 هي نفسها تي، 1 على اف 0 هي نفسها تي، بالتالي قسمنا الانرجي ستورد في الاندكتر والكباستر اللي هي هاي مجموعهم، اللي هي وين هي هاي مجموعهم هذي، على الانرجي ديسيبيتد في المقاومه ضرب 2 باي بيطلع الجواب هذا 2 باي في اف 0 هي اوميجا 0 في ار في تي. هذا هو هاي النتيجه اللي بدنا اياها. الكواليتي فاكتور هو الريزونانس فريكوانسي في ار في سي، بقدر اعوض محل اوميجا 0 1 على جذر ال سي وابسط، يعني اربع هاي ار خليها برا، اربع سي وادخلها تحت الجذر، سي بتروح مع السي تربيع بضل جذر السي على ال، ار على في جذر السي اوفر ال، هاي الكواليتي فاكتور لمين؟ البر ال ار ال سي سي. ضلكم متذكرين هاي القانون وهذا القانون. الان بنروح على تعريف الهاف باور فريكوانسي، هذول كل المصطلحات جديده علينا قاعدين نتعرف عليهم بجوز لاول مره. مر عليكم شيء اسمه هاف باور فريكوانسي يا جماعه؟ سمعتوا فيه قبل هالمره؟ طيب الهاف باور فريكوانسي بس خلينا اشوف اورجيكم الكيرف. هذا الكيرف يا جماعه لما غير اوميجا الفولتيه تتغير تبعا للشكل هذا. شوي تشرب. الان حكينا عند الاوميجا زيرو بتكون الاوتبوت فولتج ماكسيمم، إذا هو بزيد من الصفر بوصل الماكسيمم وبرد يرجع عند الهاي فريكوانسيز برد يصفر. عند الأوميجا زيرو واللي حواليها هذول بنسميهم لو فريكوانسيز، هاي ميد فريكوانسي عند الأوميجا زيرو بالوسط، هاي هاي فريكوانسي فريكوانسي عالية. الآن بدنا نشوف وين الفريكوانسي اللي اسمها هاف باور فريكوانسي، هون بدنا نشوف أني فريكوانسي بهذول، هذول الفريكوانسيز بتتغير من صفر لعند الانفينيتي. عند الاوميجا زيرو بتكون الفولتيه ماكسيموم، في فريكوانسي من ضمن الرينج هذا كلياته في فريكوانسي اسمها هاف باور فريكوانسي، بدنا نشوف شيء وين هي. بالتالي الهاف باور فريكوانسي يا جماعه هي الفريكوانسي ذا فريكوانسي ات ويتش ذا اوتبوت باور هاز دروبد تو هاف اوف اتس ماكسيموم فاليو، هي الفريكوانسي اللي الباور للاوتبوت بتنزل للنص. طب نشوف كيف وين تنزل للنص، وين الباور بتكون ماكسيمم، وين الماكسيمم باور بتكون، وين الباور بتنزل للنص. عند لما الباور تنزل للنص يعني هاي اسمها هاف باور فريكوانسي. طبعا الهاف باور فريكوانسي لها اسماء اخرى بمواد اخرى ممكن تمر عليكم اسماء اخرى، نفس المصطلح له اكثر من اسم، كات اوف فريكوانسي، كورنر فريكوانسي، ناكس 3 دي بي فريكوانسي، ار كومونلي يوز نيمز فور ذا هاف باور فريكوانسي. يعني اذا سمعتوا كورنر فريكوانسي او ماينس 3 دي بي فريكوانسي او كت فريكوانسي هي نفسها بتعني هاف باور فريكوانسي.
الآن لما الباور، كم الباور يا جماعة؟ كم الباور؟ هاي السيركت، هاي الفولتية على السيركت. الفولتية يا جماعة وينتا بتكون ماكسيمم؟ هي في ماكس and resonance frequency، بتكون أقصى فولتية. الباور لاحظوا يا جماعة عند الأوميجا زيرو التيار كلياته راح على المقاومة فقط. الكباسيتر والإندكتر اللي بعدها ما جاش عليهم، التيار كلياته نزل في المقاومة. كم الباور؟ كم الباور على المقاومة إذا عليها الفولتية هاي؟ كم الباور بتساوي؟ يسكر على R. تربيع الفولتية على R. بالتالي في ماكس، هاي الماكسيمم باور، لأنه الفولتية بتكون ماكسيمم عند الأوميجا زيرو. بالتالي الفولتية تربيع على R بيعطينا الباور، هاي الباور بتكون ماكس لأن الفولتية ماكس. الآن بدنا الباور تنزل للنص. لما الباور تنزل للنص كم الفولتية؟ طلعوا هاي بدها تصير نصها. شو اللي بتغير؟ R ثابتة. شو لازم الفولتية تنزل لوين؟ في مال اثنين، طلعوا فكوا التربيع، في تربيع على 2 R، بالتالي الباور كم نزلت؟ للنص. لما الفولتية تنزل من الماكسيمم فاليو تقسيم جذر 2، يعني 1 على جذر 2 يا جماعة قيمتها 7 في 10 تقريبا. بالتالي لما الفولتية تنزل لسبعة في العشرة من الماكسيمم أو 70% من الماكسيمم، شو بتكون الفريكوانسي عندها؟ شو اسمها؟ أوميجا سي، يعني هاف باور فريكوانسي. إحنا عرفناها هذي هون الفريكوانسي اللي الباور بتنزل للنص. طب لما الباور تنزل للنص كم الفولتية بتنزل؟ 1/2 من الماكسيمم. هاي يا جماعة هذي بالشكل هذا موضحة. هذا نفس الكيرف اللي شفناه هون، نفس الكيرف، بس عند الأوميجا زيرو بتكون ماكسيمم فولتج، عند في ماكس على جذر 2 امشوا خط أفقي هون بالكيرف هاد. كم من فريكوانسي موجودات؟ فريكوانسي أولى، وشو كمان؟ فريكوانسي ثانية. عند أوميجا سي 1 كم الفولتية؟ هي الماكسيمم 1/2 من الماكسيمم. عند الأوميجا سي 2 كم الفولتية برضو؟ إذن كم قط أوف فريكوانسي أو هاف باور فريكوانسي عندنا للبرل ار ال سي؟ كمان واحد عندنا تنتين. لاحظوا اوميجا سي 1 اقل من اوميجا زيرو، هاي بنسميها لوور كت اوف فريكوانسي، لوور هاف باور فريكوانسي او كت اوف فريكوانسي. اوميجا سي 1 اقل من الاوميجا زيرو، والابر هاي الابر يعني واحد اكبر واحد اقل، اللي بالنص هاي عندها الفولتيه ماكسيموم. أوميجا سي 1 عندها الفولتية نزلت لجذر 2. طب ليش سميناها هاف باور؟ ليش سميناها هاف باور؟ لأنها لما تنزل الفولتية جذر 2 الباور كم نزلت؟ للنص. هذا اصطلاحا تعريف هم قالوا، اللي حددوا الاسم هذا قالوا احنا بدنا نحدد وين الباور تنزل للنص. طب ليش الباور للنص؟ يعني مش للثلث مش للربع، اصطلاحا خلص قالوا لما الباور تنزل للنص هذا عندي كريتيكال فاليو أوميجا سي 1 أوميجا سي 2، هذول critical values أو cut off frequencies values عندهن أعلى منهن. طلع وين أعلى منهن؟ يعني أوميجا بين أوميجا سي 1 وأوميجا سي 2 كم الباور بينهم؟ أعلى من النص، أقل من أوميجا سي 1 وأعلى من أوميجا سي 2، الباور بتنزل أقل من النص. هون الباور صفر، هون الباور هذا هي أقل من النص، هون بالضبط الباور صارت النص، هون الباور ماكسيمم، هون الباور النص، هون قاعدة بتكل، هون الباور صفر. الآن يا جماعة حددنا الكت اوف فريكوانسيز أو الهاف باور فريكوانسيز. الآن الكواليتي فاكتور اللي قاعدين حسبناه قبل شوي، أوميجا زيرو في R في C فوق، هو بقيس السلكتيفيتي للفلتر. طلع يا جماعة أنو أعرض الفلتر هذا وهذا، هذول اثنين تو ريزونانس أو 2 RLC circuits مختلفات. الآن يا جماعة أنو الكواليتي إلو فاكتور أعلى؟ اللي more selective، يعني Q2 هذا اللي هذا more selective أكثر من هذا wider، بالتالي Q2 أعلى من Q1. طب هسا نشوف كيف نحسبها.
في كمان مصطلح اسمه باند ويث، طلع الباند ويث هاي البي دبليو باند ويث، كمان شوي بنجيبها بس خلينا نطلع عليها بالكيرفون. الباند ويث هي الرينج فريكوانسيز اللي الباور اعلى من النص. وين الباور اعلى من النص؟ بين اوميجا سي 1 واوميجا سي 2. كم الباند ويث اذا؟ اوميجا سي 2 ناقص الكبير ناقص الصغير، الابر كت اوف فريكوانسي ناقص اللور كت اوف فريكوانسي، هذا بنسميه باند ويث. طيب الان نكمل. شو قاعدين نشتق هون؟ بدنا نشتق كم قيمة أوميجا سي 1 وأوميجا سي 2. طلع يا جماعة الفولتية هي التيار ثابت على الأدمتنس. الأدمتنس تتغير مع الأوميجا، يعني قيمتها بتتغير. وانت بتكون مينيمم عند الأوميجا زيرو، وانت بتكون إنفينيتي عند الصفر وعند الإنفينيتي، هذول جبنا سيرتين فوق. بالتالي الفولتية بتكون صفر لما أوميجا صفر وأوميجا إنفينيتي، الفولتية بتكون ماكسيموم لما أوميجا تساوي أوميجا زيرو، يعني الريزونانس فريكوانسي. طيب وين بتكون ماكسيموم على جذر اثنين؟ بدي أروح أوجد مين؟ كم قيمة أوميجا اللي بتكون فيها الفولتية نزلت لجذر اثنين؟ طيب شو اسمها الأوميجا اللي بتنزل فيها جذر اثنين؟ أوميجا سي 1 وأوميجا سي 2. طيب الآن لما الفولتية تنزل لجذر اثنين يا جماعة، هاي لما تنزل لجذر اثنين كم الواي لازم تصير فيها؟ طلعوا اقسموا هاي على جذر اثنين، احسبوا الماكسيموم إلها. وين بتكون ماكسيموم؟ هاي وين بتكون ماكسيموم؟ عند الأوميجا زيرو. طيب وين بتنزل لجذر اثنين؟ لما اي ام على جذر اثنين، بالتالي جذر اثنين في واي، عند جذر اثنين في واي المينيموم اللي هي واي زيرو. كم الواي؟ الواي عند الادمتنس عند الدبليو زيرو، واحد على ار مضروب في جذر اثنين. اذا لازم تكون الادمتنس مضروب في جذر اثنين، ليش؟ لانها جاي في المقام، الفولتية بديها تنزل جذر اثنين. اذا هاي لازم هي ثابته، قسموا اي ام على جذر اثنين في واي، بالتالي شو الواي لازم تكون؟ جذر اثنين في واي. شو وين بيكون الفولتية ماكسيمم؟ عند الأوميجا زيرو، بالتالي جذر اثنين في واي عند الأوميجا زيرو. كم الأدمتنس عند الأوميجا زيرو؟ واحد على R، اشتقيناها فوق، هاي كنكم متذكرين هذي، واحد على R. الأدمتنس عند الريزونانس فريكوانسي واحد على R، ضربناها في جذر اثنين. لما نضربها في جذر اثنين بدنا نحسب كم قيمة الكت أوف فريكوانسيز اللور والأبر. هاي هي الواي بشكل عام، بتساوي جذر 2 على ار عند الاوميجا 1 واوميجا 2. اوميجا 1 واوميجا 2 هي نفسهن اوميجا سي 1، هيك بس عشان اريح حالي من سي 1 وسي 2، خلص اوميجا 1 واوميجا 2 بدي اسميهم. الان بعوض هات تساوي هات، بتخلص من الجذر لما ربع الطرفين، لما ربع الطرفين بتصير هاي 2 على ار تربيع. انقل هاي على الطرف الثاني بصفي هذا الطرف، خذ الجذر له بتروح التربيع هاي. اذا هاي اللي جوات الكوس، بس كم الاوميجا هون؟ 1 و 2. طب الان لو ضربت ضرب تبادلي طلع هاي، بسطت اكثر بتطلع معادله تربيعيه. المعادله التربيعيه هاي لها حلين، بالتالي أوميجا 1 وأوميجا 2 هن حلول المعادلة التربيعية هاي. كم أوميجا؟ طلعوا من المعادلة هاي أطلعت ألفا كونستانت 1 على 2 آر سي، وأوميجا 0 هي 1 على جذر ال سي، بالتالي أطلع عدت تسمية المعادلة هاي بدلالة ألفا وأوميجا 0. الحلول أو الجذور للمعادلة التربيعية هاي جذرين، هاي هن ألفا معروفة بدلالة آر سي وأوميجا 0 معروفة. الآن يا جماعة هذول الحلين بيطلعن أوميجا واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، أنا لازم أخذ الأبسوليوت فاليو لهم عشان الأوميجا لازم تكون بوزيتيف، أوميجا 1 وأوميجا 2 آر بوزيتيف فاليوز، بالتالي عكست الترتيب أو بأخذ الأبسوليوت فاليو. في حل أم الكتب بتكون خذ الأبسوليوت فاليو، بس إحنا عشان ما ناخذش الأبسوليوت فاليو عكسهم، بيطلعن دائما موجب أوميجا 1 موجبة وأوميجا 2 موجبة. عشان احسب اوميجا 1 اللور كت اوف فريكوانسي
الفا تربيع زائد اوميجا زيرو تربيع تحت الجذر ناقص الفا، هاي لاوميجا 1 وزائد الفا لاوميجا 2. كم الفا؟ ما هي بتكون السيركت معكم ار وال سي موجودات او بقدر اوجدهم، بالتالي الفا بنحسب من ار وسي، واوميجا زيرو هي الريزونانس فريكوانسي 1 جذر ال سي اشتقيناها. بالتالي يا جماعه اذا عوضت الفا واوميجا زيرو بطلع اوميجا 1 واوميجا 2، بطلع الكت اوف فريكوانسيز اللور والابر. طبعا هسه كمان شوي الموضوع هذا تذكروا انه قبل شوي طلعنا انه الكواليتي فاكتور هو اوميجا زيرو في ار في سي. الان الفا هي واحد على اثنين ار سي، كم ار سي؟ بدي اعوض محل ار سي الفا. طلع يا جماعه قسموا كيو زيرو على اوميجا زيرو شو بتساوي؟ ار سي. كيو زيرو على اوميجا زيرو بتصفي ار سي، شو بتساوي هاي؟ اثنين واحد على اثنين الفا. هاي طلع هاي، بس انا اعطيتكم نتيجة كيو زيرو على اوميجا زيرو بتساوي ار سي. طيب من هون من القانون اللي اشتقيناه قبل، ار سي شو بتساوي من هاي؟ واحد على اثنين الفا. بدي الفا، شو بتساوي الفا؟ اوميجا زيرو على اثنين كيو زيرو من هاي. الان يا جماعة لو قسمنا الفا على اوميجا زيرو بصفي واحد على اثنين كيو زيرو. ليش كل هذا الحكي سويته؟ عشان بالاخر ابدل هذا الديفينيشن بدلالة كيو زيرو، اعبر عنه نفسه بدل ما اكتبه بدلالة الفا واوميجا زيرو. طلعوا هون يا جماعة اطلعوا اوميجا زيرو برية الجذر، يعني هون قسموا على اوميجا زيرو تربيع وهون قسموا على اوميجا زيرو تربيع وهون اطلعوا واحد اوميجا زيرو تربيع تحت الجذر بتصير اوميجا زيرو، بتصفي هاي المعادلة. رد دخلها بترجع هاي، رد دخل اوميجا زيرو جوات الجذر ترجع نفس المعادلة هاي، يعني دخل اوميجا زيرو هون ترجع نفس المعادلة هاي. الان طلع يا جماعة كم الفا؟ واحد على اثنين كيو زيرو، هاي الفا حطيت مدالها واحد على اثنين كيو زيرو. كم الفا على اوميجا زيرو؟ هاي الفا على اوميجا زيرو برضو واحد على اثنين اوميجا زيرو. بس يا جماعة هاي كلاتها الكوس هون، هاي في خطأ، الكوس كلاته بيشمل هاي، عشان تصير هاي صحيحة لازم اوميجا زيرو في كل الكوس. هنا في كوس ناسي، وهنا برضو هاي على اوميجا زيرو لما طلعت اوميجا زيرو عامل مشترك منهم كلهم. الان الفا على اوميجا زيرو واحد على اثنين كيو زيرو، وهون واحد على اثنين كيو زيرو بتطلع هذا الديفينيشن، هذا اللي تبنوه اللي جوات اللي مصلح رفعت لكم اياه طبعا انا على الموديل، بس هون في خطأ مطبعي لازم تحطوا اقواسهم. الان طبعا كل هاي القوانين انا بلزمني بس القانون النهائي، يعني اللي بنجيب لكم اياهم بالاسئله بلزمكم القانون النهائي مش الاشتقاق. الان ضلكم متذكرين هون في اقواس. الباند ويث قبل شوي جبت سيرته، ذا فريكونسي ريز ذات ذا فلتر الوز تو باس ذا اوتبوت باور اكبر من الهاف باور. لما تكون الاوتبوت باور الباور اعلى من الهاف باور بتكون عندي اسمه باند ويث. الباندويث هو اوميجا 2 ناقص اوميجا 1، بقدر اعبر عنه بدلالة اوميجا 0 على كيو 0. اذا الريزونانس فريكوانسي على الكواليتي فاكتور بتساوي الباندويث. هذول القوانين بدون اشتقاق حطيتهم، طبعا بقدر اشتقهم من فوق بس بدهم صفحه اشتقاق، بدناش نتوهكم فيه، خلص استخدموا القانون مباشره. الباندويث هو اوميجا 0 على كيو 0، اوميجا 0 1 على جذر ال سي، وكيو 0 بنعرفها او بنقدر نحسبها برضه. هن اوميجا 2 ناقص اوميجا 1 الابر كت اوف فريكوانسي ناقص اللور كت اوف فريكوانسي. في عندي شيء اسمه جيومتريك مين برضه مشتقه من هذول الثنتين،
اوميجا 0 هي جذر الاوميجا 1 في اوميجا تي. هذول القوانين بلزمنا كثير، ديروا بالكم عليها. شو كمان بدي الخص القوانين كلها هون. اوميجا 0 شو بتساوي؟ 1 على جذر ال سي لمين؟ للبرل ار سي سيركت، للبرل ار ال سي سيركت. كل هذا الحكي. وشو ما الكيو 0 بتساوي؟ اوميجا 0 في ار في سي هي نفسها ار على جذر السي اوفر ال. هذول كل القوانين اللي بدنا اياها من الشابتر كامل، هذول هن كل القوانين اللي بلزمنا. هاي ملخصاتهم، اكتبوهن على ورقه على جنب عشان اذا بيجيكم سؤال تستحضروا كل القوانين قدامكم. الان لاحظوا الباندويث اوميجا 2 ناقص اوميجا 1. قبل شوي ورجيتكم هون، هاي بالفجر هذا اللي فوق، الفجر اللي فوق هاي الباندويث، هو الرينج فريكوانسيز اللي بيكون الباور اعلى من النص. وين بتكون الباور اعلى من النص؟ لما الفولتيه اعلى من في ماكس على جذر 2. هون بين في ماكس على جذر 2 وفي ماكس، هاي الباور بتكون اعلى من النص. اذا هي محصوره بين اوميجا سي 2 واوميجا سي 1. الفرق بينهم هاي ناقص هاي هو الباندويث. له تعريف اخر الباندويث، شو عرفنا؟ اوميجا 0 على كيو 0 باندويث، او كيو 0 في الباندويث بيعطينا الاوميجا 0. اوميجا 0 برضو لها 1 على جذر ال سي. الكيو 0 اوميجا 0 في ار سي. برضو بقدر اذا اوميجا 1 واوميجا 2 معي احسب الاوميجا 0. اوميجا 1 ضرب اوميجا 2 تحت الجذر بيعطينا اوميجا 0. هذا بنسميه جيومتريك مين، لانها جاي بالوسط. طلع وين جاي الاوميجا 0؟ هي جاي بالوسط بين اوميجا سي 1 واوميجا سي 2. اضرب هاي في هاي تحت الجذر بيعطينا هاي. طبعا هذا بتوقع تقريبي مش دقيق 100%، بس نقدر نستخدم القانون. الان نروح على مثال. بتوقع for a parallel RLC network، تخيلوا توازي R و L و C زي ما رسمناهم هون، هاي parallel RLC. وين هي السيركت اللي اشتقيناها؟ هاي توازي R و L و C. الآن معطينا قيمة R 200 أوم، معطينا قيمة C ربع ملي فرد، ومعطينا قيمة L 1 هنري. شو المطلوب؟ اوجدوا للبرل ار ال سي اوميجا 1 اللور كات اوف فريكوانسي، الابر كات اوف فريكوانسي اوميجا 2، الباند ويث، الاوميجا 0 كيو 0. كل هذول الاشياء بدنا نحسبهم. الان يا جماعه معي ار، معي ال سي، للبرل ار ال سي كم اوميجا 0 اشتقيناه؟ 1 على جذر ال سي. بحط ال سي بضربهم تحت الجذر بيطلع قيمه الاوميجا 0 63.2 راديان بير سكند. طيب كم الكيو 0؟ كم الكواليتي فاكتور؟ له قانون برضه مر علينا، اوميجا 0 في ار في سي، اوميجا 0 حسبناها ضرب ار معنا وسي معنا تطلع 3.16. طبعا هذا مالوش وحده، يونتلس. كم الباندويث؟ في تعريفين للباندويث. تفضلني، قبل شوي حسبت الاوميجا 0 كيو 0، اوميجا 0 على كيو 0 بيعطينا الباندويث. اوميجا 0 على كيو 0 بيعطينا الباندويث 20 راديان بير سكند. الان بدي احسب اوميجا 1 واوميجا 2. شو القوانين اللي استخدمناهم قبل شوي؟ اما بحسب الفا واوميجا 0. الفا ليش بتعتمد على قيمه ار وسي؟ ار معنا وسي معنا، بحسب الفا واوميجا 0 اصلا حسبناها، وبعوض بالقانون هذا، بوج ناقص الفا لاوميجا 1 وزائد الفا لاوميجا 2. او ما حسبت الكيو 0 قبل شوي، بروح اعوضهم بالقانون هذا. بس شو بسوي هون؟ هون ما تنسوش الاقواس، كيو 0 معي اوميجا 0 معي، بحسب لما يكون ناقص هاي لاوميجا 1 ولما يكون زائد لاوميجا 2. انا حسبتها من الفا واوميجا 0، حسبت الفا واوميجا 0. خلينا نشوف كيف حسبناها. هاي الفا 1 على 2 ار سي موجوده فوق، عوضنا محل ار وسي طلعت الفا قيمتها 10. طبعا وحدتها اس كو ماينس 1 1 على سكند، و اوميجا 0 معنا
بالتالي بعوض بالقانون هذا، تطلع 54 راديان بير سكند. اوميجا 2 باخذ زائد 74. الان يا جماعه بدي اتاكد هل الباند ويث اللي حسبته قبل شوي عن طريق هذا القانون هو نفسه اوميجا تي ناقص اوميجا 1، لانه هذا انذر ديفينيشن له. اوميجا سي 2 ناقص اوميجا سي 1 طرحهم بيطلع 20، نفس القانون نفس النتيجه اللي طلعتها من اوميجا 0 على كي 0. لاحظوا الاسئله سهله مش صعبه، بس يعني انتم شفتوا بجوز الاشتقاقات صعبه، قلت لكم الاشتقاقات مش موجود مش مطلوبه، يعني لازم تقرؤوهن بس ما ترك ما تضيعوش وقت كثير فيهن، خذوا النتيجه النهائيه وافهموا الفكره بشكل عام. هاي هي اللي بتضلها ثابته، القوانين حتى القوانين ممكن تنتسى، بس بشكل عام الفكره فكره الريزونانس هاي ظلكم فعليا رسخوها عندكم، انه لبرل الار ال سي سيركت في لحظه او عند سبيسيفيك فريكوانسي الايماجينري بارت بيلتغى، بالتالي ال والسي كانوا مش موجودات في السيركت بس بتصفي ار، هاي لحظه معينه فقط عند فريكوانسي معينه. كل هذا الحكي قائم على هاي الفكره. الان نروح لدائره ثانيه. الدائره الثانيه يا جماعه ما اشتقيتش فيها، اعطيتكم القوانين جاهزه. شو الدائره الثانيه؟ سيريز ريزونانس، لما تكون ار وال وسي على التوالي مش على التوازي. طبعا هون في فولتج سورس الماجنيتيود له ثابت، الفريكوانسي اللي بدي اغيرها تاعت السورس. الان عشان احسب الريزونانس كونديشن هون انا احسب بحسب الزد ولا الواي للسيريز، انه اسهل احسب الانبوت امبيدنس ولا الانبوت ادميتنس. على التوازي حسبنا الادميتنس الامبيدنس، بالتالي ار. طبعا عشان احسب الامبيدنس بحول لفيزر، ال بتصير جي اوميجا ال والسي بتصير 1 على جي اوميجا سي، ار زائد جي اوميجا ال زائد 1 على جي اوميجا سي. اطلع الجي عامل مشترك من هذول، اوميجا في ال، الجي اطلعها فوق بصير ناقص جي، بالتالي هون ناقص 1 على اوميجا سي. عشان احسب الريزونانس فريكونسي الار والال والسي ثابتات او جيفن، شو بقول؟ الايماجينري بارت هون تساوي صفر، الايماجينري بارت للامبيدنس تساوي صفر، بالتالي هذا التيرم هو بستبدل الاوميجا بصير هاي عند الاوميجا زيرو، يعني هاي اوميجا زيرو الريزونانس فريكونسي اللي بتخلي قيمه اوميجا اللي بتخلي الايماجينري بارت تساوي صفر. شو بيطلع؟ اختلفت عن البارليل؟ صار فرق ولا نفسها؟ واحد على جذر ال سي كم كانت بالبارليل؟ كم كانت؟ هاي يا جماعه صرتوا ناسينها، هاي بتبرر كم؟ واحد على اوميجا سي، وبالسيريز واحد على جذر ال سي برضو. اسف انا لفظت غلط، واحد على جذر ال سي. الان يا جماعه هاي الفريكونسي ريسبونس نفس اللي رسمناه قبل، لكن الان يا جماعه شو الريسبونس؟ شو الريسبونس اللي بنحسب فيه؟ الفولتيه الانبوت، شو اللي بتغير بدنا اياه نحسبه؟ اي بالحاله الاولى الانبوت تيار، الفولتيه اللي فولتيه الكباستر هي اللي بدنا نوجدها. هون بالسيريز حسبنا التيار الريسبونس اللي هو اللي بدنا نحسبه، بالتالي التيار بيكون ماكسيمم وين؟ عند الاوميجا زيرو. عند الماكسيمم كانت على جذر 2 بتكون اوميجا 1 واوميجا 2، دائما الماكسيمم كرنت او الفولتج على جذر 2 بيكون عندهم الاوميجا 1 واوميجا 2. الان يا جماعه هاي القوانين مشتقه جاهزه، انا بعطيك القوانين. اوميجا 0 الكواليتي فاكتور اوميجا 0 على ال في ال اوفر ار، هذا في مين؟ في اي حاله؟ في حاله السيريز. كم كان في حاله البارليل؟ كم كيو 0؟ هاي اشتقيناها واعطينا حطيناها. قضي فور بارل ار ال سي الكيو 0 هي اوميجا 0 في ار في سي، لكن في السيريز كم الكيو 0؟ هي اوميجا 0 في ال اوفر ار. هون بتفرق عن هاي، هذيك اوميجا 0 في ار في سي في التوازي في البارليل، في السيريز اوميجا 0 في ال اوفر ار، هاي هي الوحيده اللي بتفرق بس، ولا شيء بيفرق غير يعني لازم تنتبه السيركت سيريز ولا بارليل. اذا كانت سيريز اوميجا 0 في ال اوفر ار هي كيو 0، اذا كانت بارليل ار ال سي اوميجا 0 في ار في سي تساوي الكيو 0.
هذا القانون نفسه برضه هنا فيه كوس، وهذول القوانين نفسه ما اعطيتش مثال عليه لانه بس تطبيق قوانين. اوكي الان بالاشياء اللي ظلت بدنا نحكي عن الفلترز. فلترز يا جماعه هي دوائر كهربائيه تستخدم used to separate signals in one frequency range from signals in another frequency range. يعني في عندي مجموع signals كل واحدة لها frequency مختلفة عن الثانية، بقدر أفصل signal بفريكوانسي معينة عن باقي signal. هذا فلتر، الفلتر مهم جدا. تأخذوا إلكترونيكس انتوا ولا بعدكم إلكترونيكس؟ لا وين انتوا معكم مش تو صح؟ إلكترونيكس تو بتأخذوا فلتر برضو. وبالسيجنالز اند سيستمز هذا الموضوع نفسه بتوقع بتغطى بالسيجنالز اند سيستمز، بس لانه مهم رديت هون لخصته. طبعا هذا هو موجود في شابتر 16 برضه من كتاب السيركت، هذا هو له علاقه، هو فريكوانسي ريسبونس برضه. الان يا جماعه اسمنا بعد ما نقدم لقدام ونرد نرجع للتعريف. اذا هي دائره كهربائيه تستخدم لفصل سيجنال بفريكوانسي معينه عن باقي السيجنالز بفريكوانسيز مختلفه. الان الباسيف فلترز هي الفلترز الدوائر الكهربائيه اللي مصنوعه من مبنيه من باسيف كومبوننت ال وسي وار. باسيف فلترز بتتكون من ال ار ال سي. طب في عندي نوع اخر اسمه اكتف فلترز اللي بتكون من اوبريشن امبليفاير اللي بتاخذوه بالالكترونكس 2، يعني كومبوننت ثانيه بنسميهم اكتف اليمنت زي الاوبريشن امبليفاير. بالتالي اللي بتكون من AR و LC بنسميه passive filter، واللي بتكون من operational amplifier بنسميه active filter. الآن الـ passive filters هي بسيطة بنوعيتها، بس الـ quality دقتها الـ quality إلها أقل من الـ active filters. يعني الـ active filters أفضل لكن تكلفتها أعلى وcomplex أكثر هذيك. الآن يا جماعة شو يعني الفلتر؟ ليش يستخدم؟ زي فلتر المي. ليش يستخدم؟ بصفي المي، بخلي المي النقية وبقيم الشوائب بمنعها انها تمر. نفس القصة الفلتر بالدوائر الكهربائية، هي دائرة مرشح بتخلي سيجنالز تمر بفريكوانسي رينج معين، وباقي الرينجز ما بتخليهاش تمر، بتمنعها، بتخليهاش تطلع الاوتبوت. في عندنا أربع أنواع من الفلترز، كلاسيفيكيشنز أوف فلترز، في عندنا أربع أنواع حسب الرينج اللي بمرروا الفلتر. النوع الأول هو لو باس فلتر، بس بتشوفوا دائرته مسهلها بتعرفوها انتم مرت عليكم، بس بدنا نصير نسميها فلتر. نفس الدائره اللي كنا نعرفها ونشتغل عليها بس بدنا نصير نسميها فلتر. ليش؟ لانها بتمرر رينج معين وتمنع رينج اخر من الفريكوانسي. الان يا جماعه اللو باس فلتر اختصاره ال بي اف هو بمرر باسز اللو فريكوانسيز، بيسمح بتمرير اللو فريكوانسيز. الان يا جماعه كترانسفير فانكشن هاي اتش اوف اوميجا هي الاوتبوت على الانبوت، الانبوت السيجنال اللي داخله والاوتبوت الفولتيه اللي بدنا نقيسها. اذا في اوت على في انبوت بالفريكوانسي دومين بالاوميجا هي ترانسفير فانكشن، وهذا الحكي مر علينا في شابتر 15 نهايته كيف نحسب الترانسفير فانكشن. الان اذا طلعت الماجنتيود، طبعا شو الهوريزونتال اكسس؟ اوميجا. عند اللو فريكوانسيز الاتش 1، شو يعني اتش 1؟ هنا 1. شو يعني لما هاي تساوي 1؟ شو يعني الفي اوت تساوي الفي انبوت؟ الفي اوت تساوي الفي انبوت، يعني الانبوت كله طلع على الاوتبوت، نفس الاشاره اللي دخلت طلعت على الاوتبوت زي ما هي. اذا شو معناته الفلتر هذا؟ مرر الانبوت على الاوتبوت. بالتالي عند اللو فريكونسيز الانبوت نفس الاوتبوت، عند الهاي فريكونسيز قيمتها صفر. شو معناته؟ الانبوت ثابت قيمته، بالتالي الاوتبوت كم؟ صفر. الانبوت اللي دخل عند بفريكوانسي عاليه، بفريكوانسي عاليه ما طلع على الاوتبوت، ما طلع على الاوتبوت. اذا هذا هو لو باس فلتر، لانه بمرر اللو فريكوانسيز والهاي فريكوانسيز ما بمررها. طيب في باراميتر
اسمه كت اوف فريكوانسي او الهاف باور فريكوانسي. وانت بتكون الباور لما تنزل من الماكسيم على جذر 2، لما واحد هون الماكسيمم 1 تقسيم 1 على جذر 2 شو بتكون عندها الفريكوانسي؟ اسمها اوميجا سي، كت اوف فريكوانسي او الهاف باور فريكوانسي. الان بين الصفر والاوميجا سي هذا الاوتبوت تقريبا نفس الانبوت، بالتالي هذا بنسميه باس باند رينج. بعد الاوميجا سي الاوتبوت بضعف كثير، بصير اقل بكثير من الانبوت، يعني الباور نزلت لاقل من النص. شو بنسميه الرينج هذا من اوميجا سي للانفينيتي؟ اسمه ستوب باند، يعني هذا الفريكوانسي ما مرت. السيجنالز اللي بالفريكوانسي بتاعتها اعلى من اوميجا سي هي من ضمن الستوب باند رينج، اللي بين الصفر والاوميجا سي هي من ضمن الباند او الفريكوانسيز اللي بتمر على الاوتبوت بتطلع. يعني الفلتر بمر الفريكوانسيز من صفر لاوميجا سي، وبمنعها تمر من اوميجا سي لعند الانفينيتي. هذا مرر اللو فريكوانسيز. الان يا جماعه في ريزونانس، هون في ريزونانس، في ماكسيمم؟ لا، اصلا الريزونانس لازم تكون دايره فيها ار ال سي سيركت، هاي ما في ريزونانس، ما في مينيمم، ما في مينيمم وبعدين برد يزيد وبرد ينزل. هذا الشكل بيظهر بدوائر الار ال سي سيركت، فيها دوائر ار وال وسي، لكن هون ما فيش، هون بقى ماكسيمم بعدين صار ينزل، بدا من عند الفريكوانسي صفر للماكسيمم صار ينزل، فيش مينيمم ورد زاد وبعدين هاي هي عندها الاوميجا زيرو، هاي الاوميجا زيرو. اذا هاي الدائره ما فيها ريزونانس، هذا الشكل فيش فيه ريزونانس. في كت اوف فريكوانسي، كم الباندويث؟ هو هذا الباندويث، هذا من هون لهون كم؟ اوميجا سي ناقص صفر، سو اوميجا سي، هاي الباندويث لللو باس فلتر. طيب لو رحنا على النوع الهاي باس فلتر، الهاي باس فلتر يا جماعه عكسه، ترانسفير فانكشن اللي هو الاوتبوت على الانبوت، اتش اوف اوميجا ماجنيتيود. يا جماعه انا برسم الماجنيتيود، الفيز ما بيهمني كثير، برسم الماجنيتيود الابسوليوت فاليو لتقسيم الاوتبوت على الانبوت. شو بمرر هذا الفلتر؟ اللو فريكوانسيز ولا الهاي فريكوانسيز؟ الترددات العاليه ولا الصغيره؟ شو بمرر؟ الهاي فريكوانسيز. طلعوا عند لما الفريكوانسي عاليه الاوتبوت 1، الاوتبوت تساوي الانبوت، لما 1 شو يعني الاوتبوت تساوي الانبوت، يعني الانبوت كله طلع على الاوتبوت. لما تكون الفريكوانسي قليله الاوتبوت صفر. طيب الان كم الكت اوف فريكوانسي؟ هي الفريكوانسي اللي لما الماكسيمم بينزل جذر 1 على جذر 2 منه، اذا 1 على جذر 2 من الماكسيمم من 1 شو بتكون؟ اوميجا سي. الان انور الباند اللي بمر هو اعلى من اوميجا سي، بالتالي هاي فريكوانسيز اللي مرت من اوميجا سي للانفينيتي هذول الفريكوانسيز اللي مرت، هذول عليهم اكسات، لكن اقل من اوميجا سي هذول فريكوانسي توب باند رينج ما مرت، لانه الاوتبوت اقل بكثير من الانبوت، صار في اتنيويشن ضعف، صار قيمته قليله بالنسبه للانبوت، بالتالي اعتبرناه انه ما اخرج السيركت ما اطلعته على الاوتبوت. طيب الان كم الباندويث للهاي باس فلتر؟ من وين مرر؟ من وين لوين مرر؟ من اوميجا سي للانفينيتي، اذا انفينيتي ناقص اوميجا سي شو بتساوي؟ انفينيتي. اذا عدد هائل او كبير من الفريكوانسيز اللي بمررها هذا الفلتر. طيب النوع الثالث من الفلتر باند باس فلتر، شو بيسوي هذا الباند باس فلتر؟ باند باس اميد رينج اوف فريكوانسيز، باند اوف فريكوانسيز بالوسط بمرر. هذا بيشبه مين؟ بيشبه ال ار ال سي سيركت او سيريز ولا بارل، سواء سيريز ولا بارل. شو هذا؟ نفس اللي حكينا عنه قبل، هو عند الاوميجا سي زيرو بيكون الاوتبوت اعلى ما يكون، الاوتبوت هون شو الترانسفير فانكشن 1، شو يعني ترانسفير فانكشن؟ هي اوت في اوت، هاي موجوده هون كاتبها في اوت على في انبوت، لما هاي 1 يعني في اوت تساوي الفي انبوت، وين بيكون الفي اوت نفس الفي انبوت؟ عند الاوميجا زيرو. طيب اقل من اوميجا زيرو واعلى من اوميجا زيرو بصير الاوتبوت تقل، بصير يضعف. وين بنقدر نعتبره انه مر من الفلتر؟ بين 1 على جذر 2، بين الاوميجا 1 واوميجا 2.
اللور كت اوف فريكوانسي والابر كت اوف فريكوانسي. هذا اسمه باند باس فلتر لانه مرر باند من الفريكوانسي. اللو فريكوانسيز ما مرت والهاي فريكوانسيز ما مرت، بس بين اوميجا 2 اوميجا 1 واوميجا 2 اللي مرت. كم الباندويث؟ هو اوميجا 2 ناقص اوميجا 1، نفس القيم اللي حسبناهم للريزونانس سيركت. هاي اصلا هي بر الار ال سي سيركت، ممكن تكون ممكن واحد من الامثله عليها بر الار ال سي سيركت. اوميجا 0 ريزونانس فريكوانسي، اوميجا 1 واوميجا 2 هاف باور فريكوانسيز، اكزامبل عليها بر الار ال سي سيركت. هذا الرينج لانه ما مرش اقل من 1 جذر 2 بنسميه ستوب باند، وهذا الرينج بنسميه ستوب باند. بالوسط اوميجا هون اعلى، الفولتيه اعلى من 1 جذر 2، بالتالي بشو بتكون؟ اسمه باس باند. النوع الرابع والاخير اللي هو باند ستوب فلتر. عكسه، شو الباند ستوب فلتر؟ بمرر اللو فريكوانسيز زي اللو باس، وبمرر الهاي باس الهاي فريكوانسيز، بس في رينج بالوسط ما بمرره. اقل فريكوانسي اللي بتكون الاتش اوف اوميجا اللي هو الاوتبوت على الانبوت صفر، يعني الاوتبوت صفر عند الاوميجا زيرو، الانبوت له قيمه ثابته، الاوتبوت صفر عند اوميجا زيرو. اللو فريكوانسيز ماكسيمم بيك، يعني الاوتبوت ماكسيمم، وعند الهاي فريكوانسيز الاوتبوت ماكسيمم، بالوسط مينيمم. بالتالي هذا بنسميه باند ستوب فلتر، ستوبس اميد رينج اوف فريكوانسيز. كم الباند ويث للباند ستوب فلتر؟ هو الباند اللي ما مرره، الباند اللي ما بمرره، هو اوميجا 2 نفس ناقص اوميجا 1 زي الباند الباند باس فلتر. هذا باس باند وهذا باس باند، وبين هاي وهاي الفريكوانسيز ستوب باند. الان بدنا ناخذ امثله على كل نوع. بدي اروح على نوع اللي هو اللو باس فلتر. كيف اطلع هذا الشكل من دائره؟ شو الدائره اللي بتطلع هذا الشكل؟ شو السيركت اللي بتطلع هذا الشكل؟ خلينا نشوف شو هي السيركت. اذا هون اي كابيتال، هناك بكيت نسميها اي سمول اللو باس فلتر، هون سميته اي كابيتال لانه اكزامبل. اكزامبل واحد من الدوائر، طبعا مش شرط الدائره هاي، في دوائر اخرى ممكن تكون تتكون من ار ال او ار سي. احنا انا معطيكم مثال على ار سي سيركت، ممكن اجيب لكم بالامتحان ار ال سيركت، زي ما بتعامل مع ار سي اشتغلوا مع الار ال. هاي الدائره بنسميها باسيف ار سي باسيف فلتر. ليش باسيف؟ لانه بتكون من ار من ار او سي. لو باس فلتر، ليش طلعت لو باس فلتر؟ هسه بنشوف ليش طلعت شكل لو باس فلتر. طبعا الدائره بتكون من ار او سي، الانبوت في input of D، الاوتبوت في اوت اوف دي. هاي بالتايب دومين. عشان اوجد الفريكوانسي ريسبونس لازم احولها للفيزر، اذا بحولها من التايم للفيزر. ار بتضلها ار، السي بتصير 1 على جي اوميجا سي، الانبوت دي انبوت اوف اوميجا، الاوتبوت دي اوت اوف اوميجا. الان بدي احسب الترانسفير فانكشن، مش بالفلتر قبل شوي، هاي بالفلتر. خلينا نروح على الدائره بتاعت الفلتر. أنا فاتح نفس السلايد هون بس عشان أورجيكم. إيه هاي اللو باس، أنا فاتح اللو باس. هاي اللو باس. بالفلتر شو رسمته؟ اتش اوف أوميجا ماجنتيود. إذا من هاي السيركت كيف أحصل على الترانسفير فانكشن؟ اتش اوف أوميجا. الفي أوت هي الإمبيدنس، هاي اشتقيناها طبعًا قبل هذا الشكل. مرت علينا السيركت هاي قبل. بس ما كنا نحكي عن فلتر، هي هاي طلعت فلتر، هاي السيركت طلعت فلتر واحنا مش دارين. الان الاوتبوت فولتج هي 1 على جي اوميجا سي تقسيم مجموع الامبيدنسز هاي زائد هاي ضرب الانبوت. الان الفي اوت على الفي انبوت هاي على هاي بيعطينا الترانسفير فانكشن. شو بصفي؟ اضرب في جي اوميجا سي البسط المقام، بيطلع 1 على 1 زائد اوميجا ار سي. برضه في خطا مطبعي هون، هاي جي هنا في جي، هنا في جي. بتصلحوها عندكم، صرت رافعها يعني خلاص مش راح اصلحها، انتم من التسجيلات بتشوفوها بتصلحوها. ولا ممكن اصلحها، مو عشان الشعر الثاني برضه ما نضلش مخربشين، بصلحهم هذول، بصلحهم احسن.
اذا هاي بدنا نضيف جي هون. هاي اتش اوف اوميجا ترانسفير فانكشن سميناها سابقا، هو الفلتر، هو ترانسفير فانكشن للفلتر لانه هو فانكشن اوف اوميجا. برسم الماجنيتيود، انه الماجنيتيود يا جماعه هي واحد على جذر الريال تربيع زائد الايميجين تربيع. شو رسمته هذا؟ غيروا الاوميجا، صيروا غيروا بالاوميجا من صفر، هاي الصفر ل انفينيتي. لما الاوميجا صفر حطوا محل اوميجا صفر، صفر هون بصير واحد، اعلى قيمه واحد. مع زياده اوميجا بصير تقل تقل. طب عند الفريكوانسي عالي، عند اوميجا عالي جدا، شو بده يكون؟ صفر. طبعا الفلتر بنرسم برضه بالنيجاتيف فريكوانسي، هذا حكي يعني دائما في سيمتري حوالي الفيرتيكال اكسس، بس احنا معنيين باللون الاسود هذا، بس بهذا. هذا اسمه لو باس فلتر. ليش سميناه لو باس فلتر؟ لانه عند اللو فريكوانسيز اللي قراب على الصفر الاوتبوت طلعوا في اوت على في انبوت، هاي بتساوي واحد، هاي بتشو بتساوي واحد، بالتالي الاوتبوت هو نفسه الانبوت. اذا الاوتبوت الفولتيه اللي طلعت هون هي نفسها اللي دخلت، يعني كانه في عندي سيستم الانبوت نفسه طلع على الاوتبوت. طيب لو الفريكوانسي بتاعت الانبوت، لو كانت الفريكوانسي هاي اللي هي مثلا في ام كوساين اوميجا تي، عشان نفحصه غيروا بس الاوميجا، الفي ام ثبتوها عند الفريكوانسي صغيره، شو الاوتبوت؟ نفس الشكل نفس هذا. طب عند الفريكوانسي اوميجا عاليه بتاعت الانبوت، وين احنا هون؟ شو الاوتبوت؟ صفر. عند هون صحيح الانبوت في ام كوساين فريكوانسي عاليه، لكن الاوتبوت صفر. هذا هو الفلتر. طبعا شو بقدر اسوي برضو؟ بقدر احسب الفيز اذا بدي. شو الفيز لهاي؟ نسوش الجي اللي نسيناها احنا. شو الفيز لها؟ زاويه البسط صفر ناقص زاويه المقام، ناقص المقام زاويته تان انفرس الايميجينري على الريال. الان شو رسمه التان انفرس؟ هاي رسمه التان انفرس، هيك رسمتها، هيك رسمه التان انفرس. خلينا نظبطها اكثر. هاي رسمه التان انفرس اذا مرت عليكم بالرياضيات. مضروبه في سالب، نعكس السالب بصير فوق هيك والموجب بصير هيك. اذا هاي هي، طبعا مرسومه تحت. شو المتغير فيها؟ ار وسي ثابتات، الاوميجا اللي متغيره، اوميجا الهوريزونتال اكسس. عند الصفر كم تان انفرس الصفر؟ صفر. عند فريكوانسي بالسالب ناقص انفينيتي حطه هون، كم؟ كم الفريكوانسي؟ كم الناتج التان انفرس الناقص انفينيتي؟ ناقص باي على 2، مضروب في سالب بصير باي على 2. عند اوميجا عاليه، عند فريكوانسي عاليه، تان انفرس الانفينيتي باي على 2 مضروب في سالب، اذا ناقص باي على 2. طيب يا جماعه عند الاوميجا زيرو كيف احسب الاوميجا زيرو اصلا؟ اسف فيش اوميجا زيرو، الكت اوف فريكوانسي. كم الكت اوف فريكوانسي؟ هي لما الماكسيمم ينزل واحد على جذر 2. كم الماكسيمم؟ 1. الماكسيمم عند الفريكوانسي صفر 1، هاي عند اوميجا تساوي صفر الاوتبوت ترانسفير فانكشن 1، اذا الماكسيمم 1. عند الاوميجا سي، عند الاتش حط هون بدل هاي اوميجا سي، شو هاي بتنزل؟ شو بتساوي؟ 1 على جذر 2. اذا حط هون اوميجا سي نفس القانون، ها لازم تساوي الماكسيمم على جذر 2، اذا 1 على جذر 2. من هاي المعادله اضربوا ضرب تبادل وتخلصوا من الجذر، بيطلع عندي اوميجا سي 1 على ار سي. اذا الكت اوف فريكوانسي في دائره ار سي سيركت هي 1 على ار سي راديان بير سكند. هاي الكت اوف فريكوانسي لما الاوتبوت بينزل لجذر 1 على جذر 2، او الترانسفير فانكشن. الاوتبوت او الترانسفير فانكشن نفس المعنى. ليش؟ لانه الانبوت ثابت مع الفريكوانسي. الانبوت ماله؟ رسمتها بالبدايه مع اوميجا. الانبوت شو ماله؟ في انبوت لحاله ثابت كونستنت، بالتالي الاوتبوت على قيمه ثابته بيطلع ترانسفير في نفس فانكشن بيشبه شكل الاوتبوت مع الفريكوانسي.
طبعا احنا بس نتأكد على المعلومة هاي ونوقف. هاي اوميجا سي 1 على ار سي الكت اوف فريكوانسي لللو باس فلتر 1 على ار سي، بقدر احسب بالهيرتز مش بالراديان، بقسم على 2 باي. عند الكت اوف فريكوانسي عوضوا هون اوميجا سي بيطلع الفيز، طبعا هاي يعني سهل بدنا نحسبها، بس عوضوا اوميجا سي اللي هو 1 على ار سي هون، عوضوا محل وين هو الفيز فوق حسبناه، هاي الفيز عوضوا محل اوميجا، اوميجا سي كم؟ اوميجا سي واحد على ار سي بالضبط هون واحد، تان انفرس الواحد 45 مضروب في سالب ناقص 45، اذا عند الاوميجا سي الزاويه ناقص 45 دجري. نقدر نحسب الامبلس ريسبونس للاتش اوف تي. هاي الاتش اوف تي يا جماعه، هاي الاتش اوف تي شو الامبلس ريسبونس لها؟ شو اتش اوف تي لها؟ بنقسم على ار سي بصير واحد على ار سي على اوميجا جي اوميجا زائد واحد على ار سي. هاي يا جماعه جي اوميجا لان السورس ساينوسويدال سورس هي واحد على ار على اس، بدل جي اوميجا حطوا اس. شو بالتايم دومين هاي بتساوي؟ 1 على ار بيكون ناقص تي على، طبعا هون سي ار سي ار سي على ار سي يو تي. هذا اسمه الامبلس ريسبونس، برضه اوجدناه احنا، هذا حليناه سابقا بس بنذكركم فيه انه هون نقدر نوجد الامبلس ريسبونس. وتذكروا انه لما الانبوت بالتايم دومين والامبلس ريسبونس موجود كونفوليوشن بيطلع الاوتبوت بالفريكوانسي دومين، ضرب الانبوت بالفريكوانسي دومين في الاتش في الترانسفير فانكشن تاع الفلتر تاع السيركت بيعطينا الاوتبوت بالفريكوانسي دومين. هاي الاشياء اتذكروها، المره الجاي ضل في كم من ربع ساعه في الساعه بنكمل هون في هاي اللي ضلت. طيب يا جماعه السبت القادم ان شاء الله بنبدا من هون. يلا السلام عليكم، يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم، مع السلامه. راجعون هذول يا جماعه قبل ما تيجي على المحاضره الجايه اذا معكم وقت، راجعوا الشابتر هذا، هو سهل على فكرة مش صعب، بس اليوم معلومات كثير مكثفة إن شاء الله. يلا سلام عليكم، مع السلامة.